يا جماعة بقولكم على حاجة، تدرون ان الله سبحانه وتعالى اللي خلق كل شيء يستحي منك انت؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ان الله حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يده الى السماء ان يردهما صفرا. يعني الله سبحانه وتعالى يستحي منك انت اذا دعيته بدعوة وما استجاب لك اياها. شوف كيف محبة الله سبحانه وتعالى. حط هذا الشيء في بالك، انك اذا دعوت الله سبحانه وتعالى بدعوة لن تعود فارغة. طيب وما استجاب لك اياها في الدنيا؟ اعرف وتأكد انه مخبي لك شيء ما تتوقعه في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يعني انت في عين الله سبحانه وتعالى. يا سلام، مش تبغى اكثر من كذا؟ بالله عليك بسألك سؤال، هل مع الله جرح لا يبرأ؟ لا والله. هل مع الله كسر لا يجبر؟ كل الكسور سوف تجبر. فقط ثق بالله سبحانه وتعالى ولا تيأس من رحمته.